هل هذه هي الوكالة التي مسؤولة عن تمويل مشروعات أو صفقات تعقدها الدولة مع جهات أخرى خارجية؟ بالتأكيد. ولكن دعني أقول لك شيء، أن اليوم ما أسعى وأطمح إليه هو أن التعاون ما بين دولة ودولة من الناحية الاقتصادية لم يصبح اليوم هو الصيغة المثلى للتعاون، لأن أصبحت كل دولة تعاني من عجز في الموازنة وتعاني من صعوبات كثيرة. أنا أحبذ اليوم أن نخرج من هذا التعاون ما بين دولة وأخرى إلى التعاون على مستوى القطاع الخاص، وما قام به السيد الرئيس اليوم بمقابلة رجال الأعمال والشركات الفرنسية، هذا هو ما أطمح إلى أن يتحقق خلال السنوات القادمة. أطمح اليوم إلى خلق ما أطلق عليه الإنتاج المشترك، أو بنسميه باللغة الفرنسية لا كولوكاليزاسيون. إحنا لا نسعى إلى أن تغلق الشركات الفرنسية أبوابها لتعمل في مصر، ولكن دعونا نعمل معا مشاركة. هناك قطاعات كثيرة في مصر، هناك منطقة ومحور قناة السويس، محور قناة السويس. هناك ما يجذب المستثمر الفرنسي. يجب فقط تقديم هذه المشروعات وتحفيز أيضا شركاء الفرنسيين القطاع الخاص الفرنسي، تحفيز أيضا القطاع المصري القطاع الخاص المصري للدخول في شراكة مع القطاع الخاص الفرنسي. كيف يتم هذا التحفيز؟ وأنا أسألك الآن كمواطن فرنسي من أصل مصري وكرجل خبير اقتصادي. أنا لازلت مواطن مصري. ما أكيد، ما أنا قلت مواطن فرنسي من أصل مصري. وعلى أي حال، هذا يبدأ بالمعلوماتية. يجب أن يكون هناك نوع من الشفافية في قطاع الأعمال، لأن ما يخيف إلى حد ما المستثمر الفرنسي هو في بعض الأحيان لا توجد شفافية واضحة بالنسبة لممارسة الأعمال في مسألة. اليوم مع تغيير قوانين الاستثمار وتعديل وإزالة كل العقبات التي تواجه أي مستثمر، ليس فقط المستثمر الفرنسي، إذن هناك خطوة إيجابية للأمام. ولكن على الجانب مصر أيضا يجب أن نتعلم ثقافة البزنس والاستثمار مع الشركاء الغربيين. عندما نقوم بعقد أعمال مع مستثمر من دولة الخليج أو من إفريقيا، هناك مونتاليتي معينة. إذا دور المستثمر المصري وكيف يتعامل مع المستثمر الفرنسي وكيف يقوم باستقطابنا بحيث أن تصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار الفرنسي.